عدد كبير من اللاعبين الدوليين من مختلف الرياضات ومشاهير في مجالات متعددة مخباوش حبهم وعشقهم للمملكة المغربية، وهذا الشيء كيرجع لاعتبارات كبيرة وكثيرة كتخلي المغرب من المحطات المفضلة للمشاهير العالميين. زين الدين زيدان، زيزو، النجم الفرنسي للساحرة المستديرة، نجم جوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومنتخب الدياكا، من أصول جزائرية ولكن كيموت وكيحماق على المغرب. المسألة اللي ضربات وما عجباتش مسؤولين كبار في النظام العسكري الجزائري، لأن زيزو محبوب الجماهير المغربية، ماشي كيدوز العطلة وكيضرب الطم والسيد كيتمتع بمعنى عين ما شافت وقلب ما وجع، وإنما كيفتاخر أمام العالم بتواجد ديالو في بلاد وشعب بحال المملكة المغربية. وهذا الشيء سبق صرح به في عدد من المناسبات، وآخرها في واحد من أكبر المنابر الإعلامية الفرنسية في مجلة باريس ماتش سنة 2019، اعترف أن المغرب من الوجهات المفضلة عنده لقضاء العطلة، وخاصة مدينة مراكش عاصمة النخيل. وعلاش لا، يقدر شي نهار يستقر فيها. المدينة الحمراء فتناته وشفنا كريستيانو المشاريع الكبيرة اللي خدام عليها في المغرب. زيدان المغرب حتى هو سحراته بجمالها وحفاوة الاستقبال من الشعب المغربي، سكن في قلبه قبل ما يفكر شي نهار يسكن فيها. من غير السياحة سبق لي زار المغرب في عدة محطات باش ينظم بطولات رياضية للفئات الصغرى. هاد الشي ما منحاصرش عليه بوحده. إنزو زيدان واحد من الأبناء ديالو ورث منه حب المغرب والمغاربة، وبجوجهم ما مخبينش هاد المشاعر الجميلة تجاه المغرب، لأن من غير الخرجات الإعلامية صورهم كتلقاهم طاليين مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الحسابات الانستغرام، وكنعرفوا شحال ديال الملايين ديال المتتبعين عندهم. كل مرة صورة جديدة وتعليق ينسيك في تعليق. عاصمة النخيل منذ زمن بعيد قبلة مفضلة لعدد كبير من اللاعبين الدوليين، ورقم واحد عند أسرة زين الدين زيدان اللي ما كيترددوش وما مسوقينش لهجمات النظام العسكري الجزائري اللي تجرأ يطلق عليهم بعض المحسوبين كيتهمهم بالخيانة للوطن فقط لأنه كيجي المغرب وما كيفكرش يدير شي بركة في الجزائر. السيد عارف شنو كيدير، عارف شنو كيختار، يحب الحياة وكيعرف كيفاش يعيش. هذه ثقافة بعيدة على دوك الناس وصعيب يفهموه. وبالمناسبة مرحبا بالسي زيدان وليداتو في المغرب اللي حتى فرقة مغلباتو.